بتتغلبوا ازاي على الزحمة والتزاحم بتاع المواطنين أثناء التسجيل؟ هو الحقيقة دلوقتي الناس نفسها بقت حريصة على ان هي تحافظ على المكان الجديد، يعني هم نفسهم بقوا بيصعب عليهم ان هم يعملوا اي شغب او حاجة يأثر على المكان. من مكان لما تخشي مكان تلاقيه نظيف وتلاقيه متجهز حلو وفي عمال نظافة وعمال امن، بتحس ان المكان ده انت نفسك عايزة تمشي منه وانت سايباه كويس. وفي نظام، يعني زي ما قلت لحضرتك احنا مقسمين الشبابيك اول ورابع علشان خاطر يقدموا عليه، وفي شبابيك تاني للميكنة، وفي شبابيك لكبار السن علشان خاطر يبقى فيهم فاست تراك، يعني اللي عايز يخش الاول كبار سن ما نأخروش. وبنطلب من المواطنين بياخدوا ارقام وهم داخلين في الانتظار في الوحدات او المراكز، وساعات بنطلب منهم ان هم لما بيكون في يعني اقبال زياده قوي عن اللي احنا متوقعينه او عن عدد ساعات العمل، ساعات بنطلب منهم ان احنا ممكن يجوا يوم تاني عشان خاطر نفتح لهم الملف. بس الحمد لله دلوقتي الوقت اقل جدا، يعني المواطن ممكن ما يقعدش اكتر من ربع ساعه عشان خاطر يسجل، لان الموضوع متنظم جدا. هي ما بتاخدش اكتر من ربع ساعه. الموضوع بجد دلوقتي ما فيش اي تاخير، هيخش على ما ياخد الاستماره يملاها هندخلها له، هيكون جه الدور عليه وخلاص ده كان وياخد بيقف الشهاده. قبل كده بالطوابير في الساعات يعني مش يعني لدرجه بالساعات، بس في الاول انا فعلا زي ما كنت بقول لحضرتك في الاول الاقبال لا، كان اكتر المستشفيات من قبل احنا كده كانوا بيقفوا كتير. في المستشفيات علشان خاطر يحصلوا على الخدمة. ممكن ده هيحصل نتيجة لانه فعلا ساعات كتير بيبقى ما فيش نظام، يعني هو دلوقتي اكتر حاجة منجحة الموضوع ان في نظام، هو عارف انه انت داخل واخد رقم ومستني دورك، لكن قبل كده ما كانش فيه رقم وفكرة انك تاخد رقم وتستنى دورك، فاللي داخل بقى اللي هيعمل شغب ممكن هو اللي يخش الاول. طب على حسب معلوماتي الكول سنتر هيبقى يعني له دور مهم في تلقي الخدمة، خلينا نشرح للناس أكتر إيه الدور اللي هيقوم بيه الكول سنتر يعني، أو شكل الخدمة هيبقى هو إيه؟ الكول سنتر لسه ما اتفعلش، بس ان شاء الله اول ما يتفعل هيبقى اهم حاجة اكتر ان هو بيساعد اكتر في نظام تقديم الخدمة. ان المواطن هيتكلم هيحجز عن طريقه ميعاد اللي هو حابب يروح فيه يسجل او يفتح ملف، او ده هو مثلا محال من الوحدة او المركز للمستوى التاني او التالت في المستشفى، هيكون ليه دور ان هو هيتصل عن طريق الكول سنتر يحجز ميعاده مع الاستشاري في العيادة الخارجية، يحجز ميعاده في المستشفى، يستفسر عن امتى الخدمة هتبقى متاحة، امتى الدكتور جاي، تسهيلا عليه اكتر عشان خاطر ان هو بدل ما كان بيروح يسأل بنفسه في المستشفى او يسأل بنفسه في الوحدة، هتبقى كل استفساراته مجابة عن طريق الكول سنتر.